السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بعمله من المكتب، والفيديوهات دي بالذات انا متعود بعملها وانا داخل الجيم، بتكلم فيها عن رحلتي في كسارة الوزن وتجربتي في القصة دي والنصايح اللي انا بحب اقدمها للناس، بس ما عرفش اعمل الفيديو ده النهارده من هناك، فقلت اعمله بقى من المكتب. سألت كتير قوي بالذات لما عملت الكيو اند ايه، اكتر سؤال كان جالي هو ازاي انا بتمرن ومقلل اكلي، بتمرن كويس وفي نفس الوقت وزني ما بينزلش. السؤال ده اكتر حاجة اتسألتها وجاوبت عليه 100 مرة وبعت الاجابة كوبي بيست للناس كلها. كانت اجابتي بقى باختصار يا جماعة، ده له عوامل كتيرة، بس لو انت ماشي صح مفيش مشكلة ان وزنك ما ينزلش. ازاي؟ هشرح لك ازاي. انت دلوقتي الوقت اللي انت بتتمرن فيه انت بتخسر دهون من جسمك، في نفس الوقت ممكن يكون بيتكون مكانها عضلات، فعشان كده تلاقي الوزن ثابت. ده لو افترضنا ان انت بتعملش حاجة غلط، انت يعني ماشي مظبوط والدنيا تمام وفعلا مقلل اكلك، مقلل سعراتك عن احتياجاتك، وفي نفس الوقت تمرينك كويس ونومك كويس ودنيتك مظبوط. لو انت بتعمل كده ووزنك ما بينزلش، فانت كده بيطلع لك في عضلات بتتكون مكان الدهون، بس اكيد هتلاقي في فرق، اكيد هتلاقي مقاساتك مختلف، العيوب اللي في جسمك بتتصلح واحده واحده، تلاقي في اختلاف فعلا جوهري بيحصل في جسمك. الدهون لما بتنزل بتحسن من شكل الجسم تماما، عيوب الجسم كلها بتلاقيها اختفت، وده اهم حاجه احنا بندور عليها. ما ينفعش ان انت تبص على الميزان بس، القصه مش في الميزان، الميزان ده اخر حاجه، خلي الميزان اخر هدفك. انا صراحه الحاجه اللي فرقت معايا في حياتي وجابت معايا نتيجه هي لما غيرت معتقدي في القصه دي تماما. انا برضو كنت فاهم ان انا لازم انزل وزني، الوزن ينزل دي مش احسن حاجه خالص، لان الوزن ده شامل حاجات كتير، دهون وميه وعضلات وحاجات كتير، فانت لما تنزل وزنك تماما صحيا مش احسن حاجه، وشكل جسمك مش هيبقى احسن حاجه، هتلاقي نفسك دايما شكلك تعبان او انت في مشكله، ضعيف، كتله الجسم كلها تنزل مره واحده، دي مشكله في حد ذاتها. الصح ان انا اتارجت ان انا اخسر دهون، انزل الدهون. انا لما عرفت الموضوع ده وقريت عنه شويه وفهمت القصه، ده فرق معايا جدا، فرق معايا تماما، لاني كنت قعدت فتره برده بحاول ومفيش حاجه بتحصل، وزني ما بينزلش، بتمرن كويس وكل حاجه وتمام، المفروض ان انا مقلل اكلي، كنت باكل اصلا كل اي حاجه كده منظر. لا، لما عرفت بقى الكلام ده صح، ده بقيت باكل كويس وبتمرن وفي نفس الوقت بخسر الدهون. طيب ايه الموضوع؟ ببساطه ان انا مبدئيا لازم اغير فكري في القصه، ان انا بدل ما يبقى هدفي اخسر وزن، لا، انا هدفي ان انا اخسر الدهون اللي في جسمي، اقلل نسبه الدهون قدر الامكان. ده يتم ازاي بقى؟ رقم واحد طبعا ان انت لازم اكيد تقلل سعراتك، ودي القصه اللي انا هفضل اقولها في اي فيديو بعمله او في اي حاجه بقولها، سعراتك اهم شيء، تقلل سعراتك، تحسب سعراتك كويس عن طريق الابلكيشنز او مانوالي، تحسبها كويس وتقلل سعراتك، اهم حاجه السعرات، لازم تدخل في الكالوريك ديفيسيت، لازم سعراتك اللي بتاكلها يوميا حتى وانت بتتمرن تبقى اقل من احتياجاتك الاساسيه، اللي احنا ايه الحسبه اللي قلنا عليها قبل كده بتيجي ازاي والدنيا مش ازاي. ده لو انت عايز توصل بسرعه وتوصل مظبوط، مش تبقى ماشي كده بتخبط وبتحبط وتعمل، لا، انت لو عملت الاساسيات ومشيت مظبوط، اول حاجه هتبقى مبسوط في الرحله، مش هيجي لك الاحباط اللي بيحصل، لان انت عارف انت بتعمل ايه كويس ومتابع انت بتعمل ايه وشايف النتيجه اللي بتحصل في جسمك، ساعتها مش هيجي لك احباط. الاحباط بيجي منين؟ انت تبقى ماشي غلط وما بتعملش الصح وفاكر ان انت كده كويس او ان انت مظبوط وانت اون تراك وكل حاجه وانت مش اون تراك خالص، فبالتالي وما بتلاقيش نتيجه، ساعتها بتحبط، عشان كده بيجي الاحباط. لكن انت لو بقيت عارف انت بتعمل ايه ومتابع اللي انت بتعمله كويس، اكيد هتلاقي النتيجه، فمش هيجي لك الاحباط خالص. ده رقم واحد، كالوريك ديفست، لازم تدخل في عجز سعرات، لازم، ده مبدئيا، تحسب سعراتك كويس، تشغل الابلكيشن، ميزانك معاك، توزن اكلك كله، احسب سعراتك، احسب احتياجاتك اليوميه، احسب اكلك، شوف انت زود انت اخدت ايه واحسب كويس. طيب ما هتقولي ما انا اوريدي بقلل سعراتي وما بيحصلش كده، في حاجه انت مش واخد بالك منها بقى، سعراتك دي دخلتها ازاي؟ دخلتها ايه؟ رقم اتنين بقى، وهي دي الاهم بعد ان انت تحسب سعراتك، الماكروز. الماكروز دي مهمه جدا جدا، هي دي بقى اللي فرقت معايا، هي دي بقى الجيم تشينجر، هي دي اللي فرقت معايا في الرحله عامه، فرق كبير جدا. ما فهمت يعني ايه الماكروز، ايه هي الماكروز، اقسمها ازاي القصه دي كلها. طيب الماكروز هي ايه؟ هم اهم ثلاث عناصر موجودين في اكلك، هي بروتين والكارب والدهون، دول اهم ثلاث حاجات. طيب فاكرين الرسمه اللي انا كنت بنزلها اللي فيها الدوائر دي، ثلاث دوائر، عشان تنزل نسبه الدهون لازم تقسم الماكروز بتاعتك دي النسب اللي اقول لك عليها. اهم حاجه البروتين، 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 عشان يحافظ على العضلات في جسمك، يغذي العضلات وانت بتمرن،
فبالتالي ما تخسرش عضلات، الدهون هي اللي تنزل. الانتاج بتاعك من السعرات يبقى من 40 ل 50% بروتين. حاول، مهم جدا ان البروتين يبقى تقريبا من 40 ل 50% من اجمالي سعراتك. الباقي تقسمه ما بين الدهون والكارب. الدهون ممكن تخليها 15 ل 20% والكارب ممكن تخليها من 25 ل 30%. التقسيمه دي يا جماعه جيم تشينجر، دي تغير حياتك، دي هتغير حاجات كتير قوي في رحلتك في شكل جسمك. تخسر الفاتس، دي اهم حاجه، احنا عايزين نخسر الفاتس مش تخسر الوزن كله. لا، انت كمان الدهون دي حجمها كبير، يعني كيلو الدهون غير كيلو العضلات. انت بتخسر كيلو دهون ويطلع مكانه كيلو عضلات، بتلاقي فرق. جسمك ثابت على الميزان بس مقاساتك مختلفه، وسطك اختلف، وشك شكله اختلف. تخسر الدهون بيفرق كتير قوي في الشكل وفي المقاسات، لكن الوزن الميزان ده، الميزان ده نسيبه على جنب خالص، لان دايما المعتقد الغلط ان الناس فاهمه ان طولي 180 يبقى لازم وزني اطرح منه 100 يبقى 80. لا، يعني دي مش تنطبقش على كل الناس. اهم حاجه شكلك، جسمك يبقى كويس، صحتك والكلام ده كله هو اهم. اهم حاجه ممكن يبقى ازيد من ال 80، ممكن يبقى 90، ممكن يبقى 70، على حسب، كل واحد بيختلف من واحد للتاني. فما تاخدش دي مقياس خالص وتحسب عليها ان انا لازم اقلل 100 يبقى ده الوزن المثالي وانا لازم اوصل للوزن المثالي. خلي هدفك ان انت تعمل الامبادي وتشوف نسبه الدهون في جسمك قد ايه وتتابع انها تكون بتنزل. تتابعها ازاي؟ جهاز الامبادي ده موجود في الجيمات الكبيره، ده اللي بيدي لك نسبه الدهون في الجسم وبيدي لك نسبه العضلات وميه وكل حاجه، بيعرفك كل حاجه. ده تعمله وبعد شهر ولا شهرين بعد ما تمشي اللي احنا هنقول تجرب وتشوف ايه اللي حصل، الدهون اختلفت ولا لا، هل جسمي لسه زي ما هو، هل النسب دي زي ما هي ولا اتغيرت. لو لقيت الوزن ثابت والنسب دي بتتغير تعرف ان انت ماشي تمام وانت كده صح، الدنيا كده اوكي. وفي الماكروز عشان نبقى عارفين، كل جرام بروتين فيه 4 سعر حراري، 1 جرام بروتين 4 سعر حراري، 1 جرام كارب 4 سعر حراري. الفات بقى الجرام الواحد في 9 سعر حراري. بدنا من الموضوع ده كويس ونحسب سعراتنا ودنيتنا. لو انت عملت المعادله دي، قسمت السعرات بتاعتك لو مثلا 2000 كالوري في اليوم، لو قسمتهم التقسيمه اللي بقولك عليها دي مع التمرين، امشور ان انت هتلاقي تغيرات جذريه بتحصل في شكل الجسم. طبعا رقم 3 مهم جدا ان انت تتمرن كويس، تتمرن باوزان، لان تتمرن باوزان هنعمل عضلات، العضلات بتزود حرقنا للسعرات، بتكونسيوم الدهون، فبالتالي بنخسر دهون اسهل واسرع. مش معنى ان انا اقلل اكلي وان انا اعمل الماكروز بتاعتي كده هخسر الدهون، هخسر الدهون، بس برضو مع التمرين باوزان هيكون افضل. ده حتى كمان بالنسبه للبنات، فكرش ان تعملي عضلات، التمرين باوزان مش هيطلع عضلات، بس هو هيخلي الحرق في الجسم يزيد وهتحرق الدهون، وده اللي احنا طبعا احنا اهم حاجه احنا عايزينها ان احنا نقلل الدهون. وبتحاول تعمل كارديو، الكارديو مهم جدا 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 جدا، انت تمشي بسرعه، تعمل كارديو برضو اللي هو تجري شويه وتمشي شويه، ولو افضل لو هو على معده فاضيه، على معده فاضيه ده برضو هايل لانه بياخد من الدهون المتخزنه اصلا في الجسم. وطبعا بيخص موضوع السعرات وحساب السعرات ده، انا دايما بقول انا بستخدم ماي فيتنس بال، وانا عارف انا مقصر معاكم، انا هحاول اعمل الفيديو بتاعه قريب ان شاء الله باذن الله، بس انا عايز اعمل لكم فيديو سهل وبسيط كده ويبقى فيه شرح كويس للموضوع عشان الكل يستفاد باذن الله. فالفيديو بتاع ماي فيتنس بال هحاول انزله قريب ان شاء الله باذن الله. ارجو ان انا النهارده اكون جاوبت على السؤال اللي اغلبنا بيساله واللي غير لي انا حياتي. يعني انا لما عرفت الموضوع ده ابتديت امشي في الموضوع وابتديت احقق نتائج ما كنتش بعرف احققها قبل كده، يعني كنت بحاول وبفشل. شكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، واتمنى يكون اي حد استفاد. لو في اي حاجه اكتب لي في التعليقات، لو عندك اي سؤال او اي حاجه انا برد على طول. بس وشكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، السلام عليكم.